بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الأولى بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل عادل إبراهيم يقول: حدثونا عن أثر الإخلاص في القول والعمل والعبادات وأثر ذلك على المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه، هذا هو الإخلاص، وهو محسن أي متبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص ينافي الشرك الأكبر والأصغر، وينافي الرياء والسمعة، والمتابعة للرسول تنافي البدع والمحدثات. نعم. هذا يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يرشدني إلى أفضل الكتب في الأحاديث، لأن هناك الحقيقة بعض الكتب فيها أحاديث ضعيفة وصحيحة وغيرها، فما هو أفضل الكتب في الأحاديث؟ أفضل الكتب وأزكاها وأصحها صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، ثم السنن الأربع، مسند الإمام أحمد، قية المسانيد التي ألفها الأئمة الكبار من المحدثين. المسلم لا يأخذ الأحاديث إلا من هذه المصادر: موطأ الإمام مالك رحمه الله، هذه مصادر الحديث الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ صالح، أنا شاب تزوجت حديثا، ولكن بيني وبين زوجتي شك وظن، فما هو الحل مع أنها صاحبة صلاة واستغفار؟ أحسن الظن بزوجتك ما دام أنها مستقيمة وصاحبة عمل صالح واستغفار ومحافظة على الصلاة، فهي امرأة طيبة والحمد لله. نعم. هذا يا شيخ يقول: أنا منذ ظهور الإنترنت أبيع وأشتري عن طريق الإنترنت، هل البيع في مثل هذه الحالة صحيح؟ والله أنا لا أعرف طريقة الإنترنت، ولكن البيع والشراء كما عليه عمل المسلمين بالإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البايع، والقبول اللفظ الصادر من المشتري، وبشروط البيع السبعة المعروفة. لابد من توفر شروط البيع السبعة المعروفة. نعم. تخصيص بعض الشهور شيخ في عمل صالح، بعض الناس يعتقد أن لرجب عبادات وصلاة في الليل. لا يخص شهر رجب بعبادة دون غيره من الشهور، فإن هذا من الابتداع في الدين. شهر رجب كسائر الشهور، إلا أنه من الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها، واختلف العلماء هل نسخ ذلك في الإسلام أو تحريمها باقي، الله أعلم. لكن الأشهر الحرم هي شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه ثلاثة، والرابع شهر رجب. وأما تخصيص رجب بعبادة دون غيره من الشهور، هذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو من الشيخ صالح أن يوجه فيه، وهو بعض الناس مع أن عندهم شيء من العلم يشتغلون بالبدع على حساب السنن. نعم. اللي يشتغل بالبدع ولو أن عنده علم هذا مبتدع، فالبدعة سواء أحدثها هو أو عمل بها، وأحدثها غيره وهو عمل بها. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه ولا يقبل. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم من احتلم وهو في منطقة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد؟ إذا كان عنده ما يسخن به الماء فإنه يجب عليه تسخين الماء
والاغتسال. أما إذا لم يكن عنده ما يسخن به الماء وهو في مكان بارد ويخشى على نفسه فإنه يتيمم للجنابة ويصلي كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في سرية وحصل عليه جنابة من الاحتلام في الليل، تذكر قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة التي رمزت لي لاسمها بألف ألف من الرياض تقول: والدي رد الخطاب مع أننا جميعا أنا وأخواتي درسنا الدراسات العليا ورواتبنا ضخمة، وقد بلغ بنا العمر الآن 40 و39 و38. توفي والدي ونحن الحقيقة في حسرة على ذهاب زواجنا، ما الواجب علينا تجاه والدنا؟ مأجوري. والدكم أخطأ في هذا، وهذا من العضل المحرم، ومن عضل وليته بأن منعها من الزواج من كفء ترغب فيه فإنه تسقط ولايته عليها وتنتقل إلى من بعده من الأولياء ويراجع القاضي في هذا. فوالدكم أخطأ في هذا، ولكن عليكم أن تسامحوه وأن تستغفروا له، الله يغفر له. نعم. فضيلة الشيخ يسأل عن آية الكرسي وهل تردد في كل وقت؟ آية الكرسي تقرأ مع الورد في الصباح وفي المساء. نعم. تقول أم ليان: كنت أصلي على سجادتي فجأة ابنتي جلست عليها وهي حاملة للنجاسة لكن لم تظهر على الملابس، فلما أردت السجود حملت هذه البنت الصغيرة وأبعدتها عن موضع سجودي وسجدت، فهل صلاتي صحيحة؟ إن شاء الله صلاتك صحيحة، ويجوز أن تحملي البنت وأنت تصلين، ولو كانت البنت قد يكون عليها نجاسة لا بأس بذلك ما لم تسري النجاسة منها إليك لأن تصيب بدنك أو ثوبك. أما ما دامت أنها يابسة ولا لنجاستها أثر عليك ولا على مصلاك فليس في هذا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنته يحملها وهو قائم ويحملها في صلاته في قيامه، إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها معه. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سالم من المنطقة الشرقية يقول: فضيلة الشيخ، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وما واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول لا يعلم الغيب، ولا أحد من البشر من الخلق يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يعلم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. الرسول ما يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ولا أحد من البشر يعلم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، لأن هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى. نعم. رجل حج العام الماضي قارنا ثم قلبه إلى إفراد جاهلا وانتهى من الحج، ما ينقلب إلى إفراد، هو باقي على قرانه، فعليه الفدية. عليه الفدية وهي ذبح شاة في مكة في الحرم، يذبح شاة في الحرم ويأكل منها ويتصدق، وإن كان لا يقدر على ذبح الشاة فإنه يصوم 10 أيام. نعم. ما المراد في الآية يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما؟ عباد الرحمن يدعون بهذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني تقر أعيننا بهم ولا تلتفت إلى غيرهم، هذا من رزق الله سبحانه وتعالى. واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة في الصلاح، قدوة في الأعمال الصالحة. نعم. فضيلة الشيخ، قصة أويس القرني يقول: هل هي صحيحة؟ لأنني قرأتها في أحد الكتب في بر أمه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه بار بأمه وأنه سيأتي مع حجاج اليمن، فتطلبه عمر رضي الله عنه سأل عنه حتى قال صلى الله عليه وسلم: من لقيه فليطلب منه الدعاء. فكان عمر رضي الله عنه يأتي إلى حجاج اليمن يبحث عن هذا الرجل إلى أن وجده، فطلب منه عمر أن يدعو الله له فدعا له. نعم. أحسن الله إليكم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، في الآية يا شيخ المرضعة
كم ترضع الولد الصغير إذا كان لديه إخوة؟ ترضعه إلى أن يستغني بالطعام، ترضعه إلى أن يأكل الطعام ويستغني به عن اللبن. ما دام لا يأكل الطعام فإنه يجب عليها أن ترضعه أو أن تسترضع له أن يرضعه من النساء ذوات اللبن. نعم. هذا السائل أبو خالد يقول: يا شيخ، هل توجد أفضلية للجماعة في المسجد إذا كان هناك مسجد فيه 50 والآخر فيه 200 وهما قريبان الحقيقة من بيتي، فأيهما أصلي فيه؟ تصلي مع الأكثر جماعة أفضل، الأكثر جماعة أفضل، إلا إذا ترتب على ذهابك عن المسجد القريب من بيتك سوء ظن بك أو أن الناس يظنون بالإمام أنه لا يصلح، إذا ترتب على هذا سوء ظن بك أو بالإمام فإنك تترك الذهاب إلى المسجد الأكثر جماعة وتصلي بالمسجد القريب ولو كان أقل جماعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: بالنسبة لتسمية سورة آل عمران بهذا الاسم، هل هي نسبة إلى آل عمران ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها؟ لأن الله سبحانه ذكر فيها آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. وذكر قصة امرأة عمران وابنتها مريم وهي أم عيسى عليه السلام، فالله جل وعلا ذكر قصة آل عمران في هذه السورة فسميت بسورة آل عمران. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا دائما قلبي منقبض وعندي ضيق، فما هي أسباب انشراح القلب والصدر؟ ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن. نعم. تقول السائلة: أم مريم يا شيخ، بعد شهر من زواج أختي طلبت الطلاق وأقنعناها في الاستمرار، لكنها أصرت تقول بأنني لا أحب هذا الزوج، أجد منه نفرة أو نفرة، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق من هذا الزوج؟ إذا كان لطلبها سبب أنها لا تحبه وتنفر منه فإنها تفتدي منه ببذل الخلع له حتى يطلقها. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، في الحج إذا حلقت قبل أن أنحر لكوني صار لي عذر عن أداء العمرة، فهل يلزمني شيء؟ حلقت قبل أن تنحر لا بأس بذلك يوم العيد، أي شيء قدم وأخر فلا بأس بذلك. نحر قبل أن يحلق، حلق قبل أن ينحر، لا بأس بذلك في يوم العيد. ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم عليه الصلاة والسلام إلا قال افعل ولا حرج. نعم. في عاشوراء يقول: يا شيخ، فقط أنا أصوم العاشر، هل يجزئ ذلك وما السنة فيه؟ نعم، أديت السنة، لكن الأفضل أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. نعم. يا شيخ يسأل عن صفة الإطعام في الكفارة وما أفضلها. أي كفارة؟ كفارة اليمين. كفارة اليمين يطعم 10 مساكين، لكل مسكين مد من الطعام، كيلو نصف من الطعام، كل مسكين كيلو نصف، يعني يقسم 15 كيلو على 10 مساكين. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن صيام أيام التشريق. نهى صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران، فالحاج الذي عليه فدية قران أو التمتع إذا لم يستطعها فإنه يصوم أيام التشريق، إذا مضت الأيام التي قبل يوم عرفة ولم يصوم فيها وبقيت أيام التشريق يصوم فيها، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. شكر الله لكم يا شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة على متابعتكم لهذا البرنامج، شكرا لفريق العمل، وتحية من زميلي عبد الله المواش من الإذاعة الخارجية في إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.